بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. فعندما تصلي فأنت تعبد الله عز وجل بحق، وأنت تؤدي مقصود الحياة التي خلقك الله عز وجل لأجلها. وعندما تصوم وتزكي وتعتمر وتحج بيت الله فأنت تعبد الله عز وجل، وهذه عبادة بحق. وعندما تتاجر فتتحرى الحلال وتتحرى في تجارتك حكم الله فأنت تعبد الله. وعندما تطعم نفسك وتطعم أولادك وتعفهم عن الحرام فأنت تعبد الله عز وجل بذلك. وهكذا في كل ما يفعله الإنسان إذا التزم فيه حكم الله وأمر الله وشرع الله فهو عابد لربه عز وجل، وتكون كل هذه الأعمال هي عبادة لله سبحانه وتعالى. ولذلك ليس صحيح أن الإنسان يظن أن عبادة الله عز وجل قاصرة على أداء هذه الشعائر التعبدية فحسب، فلا يفسر العبادة إلا بالصلاة والصيام والزكاة والحج. هذا ليس صحيح حصر العبادة في هذه الأمور. هذه الأمور من العبادة، وهذه الأمور من أعظم العبادات، ولكنها ليست هي كل العبادات. فكل ما تعمل ينبغي أنك تفكر كيف يكون عبادة لله عز وجل، كيف يكون عبادة لله عز وجل. حتى علاقتك مع الناس، أنت تتعامل مع أولادك ومع زوجتك، وتتعامل مع جيرانك ومع أقربائك، وتتعامل مع كثير من الناس، طريقة التعامل أيضا يكتنفها مفهوم العبادة. فعندما تحسن التعامل وتتخلق بالأخلاق الحسنة فهذه عبادة تتقرب بها إلى الله عز وجل. بل إن أعظم ما يرفع درجتك عند الله عز وجل حسن الخلق الذي تتعامل به مع الناس. وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليبلغ بحسن خلقه، أي في الجنة، ما لا يبلغه الصائم القائم. فهذه العبادة لله عز وجل التي هي عبادة بحق.